هنعمل مع بعض دلوقتي الشيش كباب. هنستخدم زيت ذرة أو زيتون، ملح وفلفل، عصير ليمون، زعتر، صلصة، عسل أبيض، مية البصل، ثوم مفروم، روزماري. بعد كده عندي شيش كباب بتلو أو كندوز مش مشكلة، مشروم، فلفل ألوان، وبصل أحمر، وطماطم تشاري، معلقة زيت، معلقة سكر بسيطة قوي، صلصة طماطم، زعتر، روزماري، ثوم مفروم، عصير ليمون، عسل أبيض. ممكن نكتفي بالعسل او بالسكر، ممكن. ميه البصل، ميه البصل عملناها ازاي؟ في الكبه بحط بصل افرمه ناعم جدا جدا مع رشه الملح وعصره الليمون، هينزل ايه كل ميته. هاخده بعد كده في ايدي او في شاشه اعصر كويس جدا، اتخلص من التفل بتاعه واسيب بس الميه. هحط هنا الشيش كباب جوه التتبيله، وتاني هرجع واقول طبعا التتبيله المفروض تتساب لمده ساعتين. نبتدي نعمل السياخ كده اهي، اتاكد ان حته اللحمه داخله كويس، مش واقعه من حته ومظبوطه من حته عشان التسويه. وابتدي احط الخضار بتاعي، وطبعا زي ما قلت الخضار حسب الرغبه او حسب المتاح. والسيخ اللي هخلصه هنزله، لان طبعا اللحمه بتاخد شويه وقت في السوى عن الفراخ، فعشان نكسب وقت. وطبعا انتوا عارفين انا ما بسويش اللحوم قوي، لكن انتوا طبعا تقدروا تسووا التسويه اللي انتوا عايزينها. كملت الاسياخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وسايباهم ياخدوا تسويتهم مظبوط على النار.